بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله طاعتكم. اليوم سادس يوم من برنامج بلنتيات، البطولة اللي تحتوي على 48 فريق يتنافسون بشكل يومي، وكل يوم تزيد وتيرة المنافسة والإثارة. العشب الأخضر والمرمى والشبك بالنسبة لعشاق الكرة هو جنتهم، وإن شاء الله نكون حق اللي ما يحبون الكرة أو ما يعرفون قوانين الكرة، نكون إحنا وناستهم في هذا الشهر الفضيل بهالوقت. كل يوم 4:15 على القناة الأولى تلفزيون الكويت. في البداية أبي أرحب باللي راح يساندوني اليوم بحلقتي في اللجنة الفنية، وليد 20، وليد علي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي مناف. اليوم اكيد يعني ما تقل اهميه يعني من الايام السابقه، راح نشاهد فريق صالح مهدي اليوم حسين الغريب مع علي عيسى، وراح نشاهد فريق نواف الخالدي يوسف الحاج وخلف السلامه. وخلف سلامه مو خلف سلامه اللاعب السابق الجسم تغير. خلف سدني كابتن صالح مهدي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، ومسي على الساده المشاهدين، ويوم جديد من الإثارة والمتعة والأعصاب إن شاء الله. واليوم فريقي يلعب، فريقي جاهز إن شاء الله. التوجيهات متاحة، تقدر توجههم من مكانك عادي. أكيد راح أوجههم. وفريقي أنا يعني اخترت لاعبين مميزين بالتسديد، واخترت حارس مميز أيضا بصد ركلات. يعني قبل البرنامج ساعتين معطيهم توجيهات قبل. لا بكر شغلة لازم تعلمات مصروح يعجبك في السوالف. نشوف جدول مباريات اليوم. اليوم مباراة السكويرز مع البنغوينز. بنغوينز هو فريق صالح مهدي، حسين الغريب، وعلي العيسى. علي تراق وعبد الله حسن هما فريق السكويرز، راح يبارونهم لاعبين العربي الحاليين. المباراة الثانية راح تكون الهاينس، الفريق المرشح من نادي الساحل، فيصل عجب وهذال الهذلول، والفريق الآخر من نادي خيطان حسين اسماعيل وأحمد الدوسري، فريق البانداز. المباراة الثالثة اللايونز من نادي التضامن، يوسف العنيزان وعبد الرحمن عجاج، ضد الفريق المرشح من نواف الخالدي خلف السلامة ويوسف الحاج هوساوي الكل مراهن عليه. بنشوف اليوم شو يسوي. المباريات مثيرة إن شاء الله. وأمس اللي طافة مباريات أمس كانت مباريات هم قوية، ولأول مرة يمكن 3 لاعبين مسددين في مباراتين يسجلون السكور كله كامل مع مساعد ندى، صاروا الحين 4. انتهت المباراة الأولى كأكبر سكور 6-6، 10 ركلات كلهم تسجلوا وفاز فريق الفلامينغوز، فريق فهد الأنصاري وخالد الرشيدي. بنشوف شنو ملخص اللي صار أمس ونرجع معكم. اضرب زياب الحاجه. Please try it again. Sorry ma'am, declined again. انا وين ودي فلوسي؟ Hi, I'd like to order one pizza please. 2 dozen mixed donuts please. Extra caramel on top. Yes. Extra caramel on the bottom. Yes. And all around. الله. وهذا ضروري بعد. Whipped cream and then caramel and then whipped cream and then caramel. ايه سميتها نجلة. هالجنطة كلش مو خسارة. احسن البسمن. ايه لون احلى؟ قريبين من بعض الوانهم. خلاص اعطيني اياهم كلهم. We have muffin, mom. Blueberry muffin. هلا حبيبتي.
إلى بغداد. Thank you. بدينا معاكم بنشوف استعدادات الفريقين النفسية والبدنية قبل المباراة. علي العيسى حارس فريق البنغوينز، علي من يعني شنو استعدادك حق مباراة اليوم؟ والله هو تقريبا الاستعداد نفسي، يعني مو نفس الفريق الثاني. الفريق الثاني لاعبين أندية حاليا موجودين، احنا لاعبين بطلين تقريبا، فان شاء الله الاستعداد نفسي. تذكر آخر مرة بلنتيات لعبت بلنتيات متى؟ والله يمكن قبل موسمين، يعني آخر قبل موسمين. تقريبا قبل موسمين. بس تمرنت حق البطولة؟ يعني بس قاعد أشوف المباريات بس. أهم شيء أبو علي ما يضيع اليوم. لا إن شاء الله ما يضيع. إن شاء الله. علي تراق حارس نادي العربي، إن شاء الله اليوم بتبارون القدامة. حاولت تدرس حسين الغريب ما عرفت تصيده صراحة، أنا للحين سأل ستة ما حد عارف الجواب، ما يدرون من بيشوت، بس أتمنى التوفيق للفريقين. ليش ما يدرون من بيشوت؟ مفروض عارفينه يعني، مو هذا السر فيه. هو ما قرار يأخذه بلحظة تسديد. بس أهم شيء اليوم فريق صالح مهدي ما يفوز. أهم شيء، أهم شيء هذا. أوكي حلو حلو. سمعت مصلوح، توكل على الله إن شاء الله يوفقكم يا رب. إن شاء الله ننتقل للملعب ونشوف شنو بيصير بالمباراة الأولى. مستعدين؟ إن شاء الله مستعدين. أخوي مناف، الحراس اليوم مميزين. علي العيسى حارس نادي القادسية سابقا، حارس احتياط كان نواف الخالدي، ولعب فترة، كان الفترة اللي لعب فيها هم أيضا كان مميز، لكن مشكلته أنه نوجد بنادي فيه حارس من أفضل حراس الكويت نواف الخالدي، لكن اشتهر أو نعرف علي العيسى بصدي لضربة جزاء زياد الجزيري مباراة في نادي الكويت اللي لعبها تب وصدها. ايه صدها، صدها البننكة. وايضا علي تراغ من حراس الشباب المميزين اللي لهم مستقبل ان شاء الله في القبادي. وليد، انا متحمس اكثر منهم، يعني لما تشوف يعني ثلاث لاعبين بالعربي لاعب القادسية، ايه حراس، لما تشوف حراس مميزين فاكيد راح تشوف فيه اثارة. فالمسدد لازم يكون انه مسدد ممتاز، ولكن الحارس انا اعتقد يعني جمالية البلنتيات الحارس. التعليق عندك وليد، عشان ما ابي اخلي صالح خاف ينحاز حق فريقه. رسمي راح ينحاز. مثل ما تفضلنا امس قلنا التسديد الاولى فرصه اكبر انه يحط ضغط حق المسدد الثاني، ففرصه حق فريق حسين الغريب، فريق صالح مهدي. ولكن علي تراك هذا اللي احنا نتكلم عنه. كابتن صالح تحرك الحارس والله بالنص شاته، ما توقعت انه النص التسديد. بس مناف تكلمنا امس دائما اللي يوتر اللاعب، اللي يوتر المسدد تحرك الحارس. شفت الاشراك شلون يتحرك كان؟ نعم بالضبط، اتفق معك اخوي وليد، الحارس لازم يوتر، لازم يسوي اي شيء انه يوتر، او يعني مثلا يخلي اللاعب يفقد تركيز الذهن. عبد الله حسن زلق، زلق بس كره دشت جول. عبد الله حسن محمود من اللاعبين المميزين بالنادي العربي، والده حسن محمود كان كابتن نادي قيطان، والفريق الجميل كان ذاك الوقت، فماخذ وراثة التسديد الغوي. ميزة التسديد من الواحد. بس أنا ما بحكم بعمري، لأن عبد الله كان صغير يمرنا التمرين. علي محمود عم الحكم. علي محمود حكم. نعم. شوف علي تراك. سلام. واضحة. هذا الارتفاع اللي يمكن يصرح كابتن صالح. من اللاعب وليد يشوت بالنص، يفضل إنه يشوتها شوي عالية، لا يشوتها بالأرض. وليد طلع علي سعيد الكعبي اللي فيك. انت بتعلق؟ اي تعليق طبعا. الله انت علق روح. انا وياك. يلا عبد الله حسن، عبد الله حسن يعني ممتاز بالتسديد القوي
مع نزلك بساعه. هذه فرصه ثانيه شوفه سلام بطل طبعا وجه القدم هذا صعبه الصراحه هذه صعبه حق اي مسدد يعني حتى لو الحارس يتوقعها بالزاويه ما راح يلحق عليها صح وعلي هذا ريسك عالي علي العيسى وقف في النص توقع انه يشوتها صحيح مرات الوجه القدم يمكن غالبا تروح كره بالنص الحين زين الغريب شوف علي اشراك شوف علي اشراك هذا لما نقول الحارس لازم يتحرك الله حطه بقوه هالمره شنو قال اختار بقوه اعتقد عبد الله شيش حسين انه يسدد قوي يعني التركيز عالي من المسددين صراحه تركيز جدا عالي حاليا علي العيسى لازم يركز اكثر يبقى الدور على الحراس كابتن صالح بالضبط لازم الحراس يعني لازم نشوف ان الحارس يوتر شوي المهاجم المسدد سلام ثلاثة حطه بالنص مركز عدل الضار متسحر مبكر مدافع الافطار مبكر اليوم ما شاء الله عليك بس ريسكه جدا يعني عالي مغامره كبيره اكيد انا ترى علي العيسى مو عادي يصد بلنتيه راح الله على الرابع والخامس بلنتيه فريقك متاخر بلنتي شوف حسين الغريب ينظر الحارس راح يغير زاويه حط الزاويه بس وايد يعني خذاها وايد طلع علينا برا وغير زاويته أنا أتوقع الحين عبد الله حسن إذا يأخذ الوايت كارد تحديد الزاوية أو النظارة راح ينهي المباراة. بس هذا وقتك يا علي العيسى. هذا وقتك بالضبط. هذا الحين وقت بس أنا أتوقع يعني المفروض الحين أنا أشوف من وجهة نظري عبد الله حسن يطلب الوايت كارد. ما يصعبها وايد. نصعبها عليه أكثر. بالضبط. سلام. هو لازم يطلب الوايت كارد. يعني ما يروح عليه انا قصدي عبد الله حسن حتى عبد الله حسن ليش يروح عليه لانه حتى بيستفيد منه حتى لو بيستفيد منه بالدور الجاي يعني من المباراه الجايه خاصه انه في فرق اهداف يعني معلقنا هذه لقطتك بس الغريب الحين تحت ضغط عالي لان عبد الله ماشي في كل بلنتيات ومسددهم داخل المرمى فحسين الغريب الحين في مجال طلب اكيد يطلب في مجال يتعادلون اذا سجل الحين حسين النظاره كابتن صالح النظارة أفضل من تحديد الزاوية. والله أنا قاعد أشوف الحين اللاعبين قاعد يختارون النظارة. صحيح. قاعد يختارون. مشكلة إن بالنظارة لازم تختار زاوية. لازم تختار زاوية لأن الحارس ما راح يختار زاوية. راح تطلع ضعيفة إذا ما لعبتها بصغر. صحيح. علي إشراق له دور كبير وأنا قلت لك يعني ترجيح كفة الفوز على الحارس علي إشراق اليوم تركيزه عالي ولا قصور في علي عيسى بس أشوف علي إشراق. من اول التسديده كان يتحرك يمين ويسار هذا يوتر اللاعب كابتن صالح انت لما تسويها بالملعب في مشاورات على الوايلد كارد وفي شغله ثانيه اخوي وليد الحين يعني تنسى ترى علي العيسى يعني مبتعد عن الممارسه والاطراق ممارسه شوف دام هذه التسديده انا اشوف انه ما يحتاج وقت قبلها إيه؟ تحديد الزاويه عبد الله حسن اختار تحديد الزاويه اليسار صدها ترى مشابه لبلنتيات امس مشابهه لبلنتيات بس اليوم الحارس ما هذه التسديده المفروض ما يطلب صح التسديده اللي قبلها يطلبها عشان ينهي البلنتيات لصالحه بس مو شرط لان احنا شفنا المباراه اللي قبل اليوم الثالث اعتقد ان محمد دحام طلب من ثاني شوطه من ثاني شوطه طلب وضع بس فهد الانصاري امس مباراه فهد الانصاري يعني ضيعوا سنتين مناف بلنتيين وفهد ما ضيع صح فايش اللي صار؟ طلب الوايت كارد لو ما سجلها راح تكون انك مضيع ثنتين صح فلو يعني هو يسجل التحديد الزاويه يصير اربعه من ضاع ثنتين فدان صار يكمل واحده يصير خمسه اربعه هم ما كان محتاجها بس كانت طريقه مشابهه عبد الله حسن قبلها كان المفروض يطلب صح الوايت كارد صح هو متى استخدامها هذه المشكله هذا توقيت استخدامها صح كلام لانها ايضا تلعب بنفسيه الفريق المنافس بعد نبي ننتقل للمباراه الثانيه حظوظ فريق كلازات قائمه للحين في مباراة ثانية يلعبونها في البطولة نبي نروح المباراة الثانية هايناس راح يبارون البانداز هايناس اللي هم فريق المرشح من نادي الساحل فيصل عجب وهذال الهذلول والبانداز هم مرشحين من نادي خيطان حسين إسماعيل وأحمد الدوسري ننطلق نشوف المباراة الثانية
تم إجراء القرعة بين الفريقين لاختيار تسديد أو الصد. اللي تطلع القرعة من صالحة من حقه يختار يا إما يشوت أول أو يصد أول حسب استراتيجيته في البلنتيات. أكو فرق تحب تشوف أول شيء الشوت تصد، تلقى أكو فرق تحب تشوت لأنه تأخذ أدفانتج. صحيح. وتختلف من شخص لشخص. أنا كحارس أفضل أن أكون الثاني، يعني الفريق يسدد أول بعدين أنا أكون. يعني المسدد. تحب التسديد أول. عليك. أحب لمن أنا اللي أفوز فريقي، اللي أنا أصدها وأفوز. أي طبعًا تبي تكون هيرو، تبي تكون هيرو بالنهاية. طبعًا اليوم مناف. يعني فيصل عجب كمهاجم ونشوف حسين إسماعيل ك يعني مدافع ظهير أيمن. فشوف من مدافع على المهاجم تركيزه أكثر وهدوء أعصاب أكثر. فريق البندز اختاره والتسديد. بس يبقى الحراس يعني لهم دور أكيد. أحمد دوسري من الحراس المميزين صراحة. صالح مهدي أطلق حفيظ الدراج اللي فيك. أوكي تفضل. حسين إسماعيل سيثبت البلنتي، ثبت الكرة، أتوقع راح يحطها على يسار الحارس. شوفوا جازف الكرة حبت حارسها يمكن ما تحرك يعني كان ناطر لما وين بيوجه الكرة لآخر لحظة. فيصل عجب اعتقد يعني سدد بلنتيات. فيصل عجب من اللاعبين المميزين هذا الموسم ممتازين. كان فتره من فترات سجل الهدف. نشوف بس ركز الحين وين رايح يحطها. سلام حلوه. شوف زاويه يبلغ قوه. هي مو زاويه بس القوه ترى مو قوه مفرطه. احنا نقول نص قوه هذه تساعد المسدد اكثر من الحارس. وفيصل فتره من فترات كان هداف تضامن كان مع التضامن هداف الدوري مع التضامن. الموسم سجل هدف مميز على نادي الشباب من تقريبا من 35 30 من اجمل الاهداف اللي حسين اسماعيل يبي يعوض. اسماعيل الحين كتحدق اكثر. حسين اسماعيل سلام ما شاء الله. تعويض تعويض ممكن صراحه يعني صعبه جدا. شوف الكره اذا راحت بزاويه الشبكه الجانبيه هذه ترى يعني تركيزها جدا عالي ومقتدر يعني دائما عند القدره انه في تحديد زاويه. بس البانينكا هذه يعني البانينكا تستعيل فيها دراجي عندك دراجي. شوف فيصل عجب الحين الاعصاب كلها عليه وحطها قويه. هذا اصعب بعد هذا بس قدم بس نفس الشيء زاويه نفس الشيء الشبكه الجانبيه. حلو 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 والله صراحه. حسين وفيصل من اللاعبين يعني متمكنين صراحه. بس مباراة لو اول كره حسين اسماعيل هذه الثقه الزايده اللي عنده. بانيكا دائما كابتن صالح اذا انت ضامن فوز بالضبط تلجا له. اتوقع نفس الزاويه راح نشوف ما راح يغير. طبعا حسين هو تحدقت اكثر من فيصل بالضبط خاصه على المضيع والله غير توقعت بيروح الزاويه الثانيه لان حركه جسمه من ركضته للكره بينه بيفتح حريله. بس ما يمنع انه الحارس الحارس قرا حركه اللاعب. الكره راح زاويه يعني هدال توقعها صح. لكن ترى مثل ما قلنا ترى الكره لا ارضيه ولا عاليه ترى سهله حق الحارس تصير سهله هذا المستوى. بعد الشوطه هذه سلام ارتفاعها جدا ممتاز وتسديد. الحين دورهم هني الوايد كارد. هذا وقتك يا الوايد كارد. هذا وقتك بيختار النظاره. شكله بيختار النظاره. يعني اعتقد فيصل كمسدد ما في صح هذال هذلول عطى ادفانتج اكثر بتصدير البلنتي فاكيد راح يلجح حق وايد. شوف دور حارس المرمى دائما كبير في البلنتيات. الحين اختار الزاويه كلاعب شمال. انا اتوقع ايف كلاعب شمال المفروض ان الحارس تكون قوه دفعه قويه يعني انه سلام الشبك الجانبي اصعب شيء صراحه. شوف اعتقد حسين يمكن لو يسال نفسه راح يتحسف على البلنتي الاول. بقيت له تسديد الحين بقيت له تسديد بس هو حب ياخذها الوايلد كارد مبكر قبل الاخيره. بالضبط الحين اذا بيستخدم وايلد كارد كابتن مناف يستخدم الحين كابتن صالح الحين بس ما استخدمها يستخدمها الاخيره. يبيها الاخيره فيصل عجب مو شرط يستخدم. عيال عجب ما شاء الله كانوا قدموا مهاجمين حق أندية الكويت. أكيد. تكلم يعني عن أحمد تكلم عن خالد خالد وفيصل وأحمد. فيصل ما شاء الله إلا مجبل مدافع مدافع مجبل غير عنهم. حسين إذا يلعب نفس الزاوية المتمكن منها أتوقع يغير بعد. حلوة والله الحارس بزاوية الكرة بزاوية هذه لما نقول نسبة قليلة من الحظ كابتن مناف هذه هي النسبة قليلة من الحظ هذه لما تطق العرض. هم الحين متعادلين بعدد الأهداف 4-4 4-4
هني المفروض ما يستخدم وايد كارد. لا لا غير يستخدمه، انا عندي يستخدمه ما يروح. اذا ضاعت راح يتعادلون؟ إيه لا نفس النتيجه نفس. اذا ضاعت لا تم تعادل. تم تعادل. اذا ضاعت خلينا نسدد واحد. يلبس النظاره. هني نقول عنها مناف انت تستخدم انت ما تستخدم. اي فتزيده واحده تفرق بجول. لو مقول حسين هذه غير. لو مقولها اي استخدم فيصل هجم كتحديد زاويه او النظاره. فيصل اعتقد يعني بس لكن نسجلها راح يفرق معاه. نبي نشرح حق المشاهدين وهو مغمض بغي يقطع بالتسعين. انتهى التعادل. لا فرق هدف. فرق هدف لفيصل هدف. لا هما ثلاث تسديدات باربع جوال عند حسين. هني اربع تسديدات كل واحده بجول فاربع اربعه. اربع ثلاثه. شلون اربع ثلاثه؟ مع استخدام وايد كارد فريق حسين اسماعيل. ايه جابوا ثلاث اهداف مع الوايد كارد. ثلاث اهداف. ثلاث اهداف اوكي. اربع ثلاثه فوز لفيصل عجب. فيعني استخدمه مو خسران شيء. مو خسران شيء عشان كذا انا اقول ان الوايت كارد لا يروح عليك. صح. يعني استخدمه حتى يفيدك بعدين بالفرق الاهداف. صح. نعم. نبي نشوف الاعادات شنو صار بالمباراه. شفنا احداث غريبه بدايه الركلات عند فريق البانداز عند حسين اسماعيل بلشها بانينكا. بانينكا هي حلوه كجماليه مفاجأة. واهداف وبعدين اول تسديده تصير ان عندك الجراه. اعتقد لو هو سددها وجاب الهدف راح يرتاح نفسيا بالاربع الشوتات او باربع البلنتيات. بس جاهزه فيها زياده. بس بالمقابل لما تضيع حتى الحارس تحبط الحارس اللي معك او حتى اللاعبين اللي معك تحبطهم. صحيح. لان تعطيهم شعور او انطباع بانك متخرين. حلو حلو يعني تسددها وقت ما انت ضامن او تكون ماخذ شويه كم شوطه من اول شوطه لو ما ياخذ وايد كارد ويلعبها. وهذه شغله ثانيه. انت لازم تشوف طريقه الحارس. نعم. حارس هل هو يوقف ينزل قبل الكرة ترى حتى استخدام النظارة فيصل ترى نفس الرياحي ونفس مساعدته ونفس أعتقد فهد الأنصاري. بس هني لما يقول نسبة قليلة بالبلنتيات هذا لما تطلع بالعرضة. احنا شفنا يعني شفنا بزاوية. شفنا ضربات التوزيع أمس ومساعد ندى وأحمد الرياحي وشفنا زيد. شفنا هدوء الأعصاب والخبرة شلون لعبت دور في تسديد البلنتيات شلون لها دور كبير في التركيز. يعني كلهم استخدموا الوايت كارد كلهم سجلوا الوايت كارد اللي استخدموه النظاره. بعد قلنا لك امس حلقه امس مساعد ندى اعطى يعني فرصه حق اللاعبين بالضبط الاخرين انه يستخدمون النظاره. اي فتح المجال لان كان في تخوف بدايه. الحين قاموا يختارون النظاره اكثر ما يختارون الزاويه. صحيح. بس كان اول يوم كانوا كلهم يختارون الزاويه. اي خطوه واحده تحط لك زاويه لازم زاويه. بالضبط. انا ودي اكلم حسين اسماعيل بساله عن الركله الاولى الركله الاخيره. بانينكا يا ريت ودي اسولف وياه بعد شوي اذا قدرنا نصيده ناخذ منه كلمتين. ليش بلش فيها بالبدايه؟ اي ليش بلش فيها وليش بالختام شنو صار يعني صراحة يعني حتى الركله الاخيره الاهداف اللي سجلها ترى شبك الجانبي صعب اللاعب لما يسدد يعني حتى التسديده اللي تسددت بالعارضه هم كانت حلوه. حلوه يعني كانت بس لو نلاحظ الثبات في القرارات والتسديد عند فيصل عجب كانت يعني يعني حتى وهو لابس النظاره بغي قطها بزاويه صعبه جدا يعني حطها صحي. اخوي بنات شفنا دور حراس المرمى اليوم. نعم هذا الهذول صراحه يعني هو اللي فوز. هو لاعب كاظمه معار الى او قادم من نادي كاظمه الى الساحل. صحيح. وشفنا ايضا علي تراغ شلون فوز فريقه ايضا صد الركله الاولى. طبعا إيه انت تصد بلنتي يعني هذا يثبت يعني مثلا بلنتيات امس رياحي و وزيد لو صايد صحيح. حارس مرمى صايد بلنتي كان يعني كابتن صالح معناته الحارس له دور كبير يعني هو يرجح كل الفوز. نروح للمباراه الاخيره. المباراه الاخيره فيها جدل شويه يمكن اعتقد اكثر واحد مو هدوء اعصاب في اداري الفريق موجود نواف الخالد. نواف الخالد موجود مو دوره اليوم جاي يتابعهم فيها مشاكل يدور مشاكل. انا احس ان كابتن نواف متوتر اكثر منهم. مباراه السبايدرز فريق خلف السلامه سيدني هدف على الكاميرون. خلف السلامه افرح القادسيه في مناسبات عديده والمنتخب الوطني اللاعب الدولي السابق مع يوسف هوساوي يوسف الحاج يوسف حالف يكسر رقم ويصد اكثر من ثلاث بلنتيات في مباراه واحده ضد فريق اللايونز. اللايونز هم يوسف العنيزان وعبد الرحمن عجاج من نادي التضامن. بنشوف ايش بيصير بالمباراه الاخيره. تفضلون الفريقين ننتقل للمباراه الاخيره.
نواف وين نواف؟ نواف ايه وين راح؟ طب تعليمات بس نادو نادو كاهو قاعد داخل اوكي تعال نواف تعال. طبعا يوسف الحاجي الحارس اللي مراهن عليه نواف. ايه شوف انا اقول لك ان نواف الخالدي متوتر اكثر من اللاعبين انت بخلص سلامي يوسف الحاجي حط تحت ضغط نواف جاي يأجر فريقه عشان يكونوا مستعدين نفسيا فهو الاداري الموجود هني يقول لك نواف مكافاته بكل شوته بس اذا انحسمت على فريقه واذا خسر راح يمشي قبل لا يقول لك نواف بيحاسب كاش بعد كل شوته يعني بياخرنا يمكن بالمباراه مكافات جايب ريال حق يوسف ها حق يوسف اي حق يوسف ولا خلف موضوعه خالص مع نواف خلف يعني من اللاعبين المميزين يا ما افرحنا شوف بس شوفوا خلف بعد الاعتزال بس الخبره لازم تكون موجوده عبد الله من اللاعبين الهدافين اللي تستمتع اصلا لما تشوفهم داخل الملعب خلف السلامه و خلف هم كان يسدد بنتيات من خلف سيدني خلف سيدني في تسديدته الاولى هو تحت منه وايد اول واحد منه وايد المشكله خلف يعني متعود على هذه انه يطيح الحارس اي نعم كان متعود انه يوقف قبل والقانون الجديد لا تهوش قبل الشوط يعني يوسف العنزان لاعب التضامن من المميزين بنادي التضامن لاعب العربي سابقا يسدد ايضا بلنتيات بشكل جيد شوف يوسف الحاج في اول ظهور له اوه هوساوي متوقع يعني الهيبه بالمرمى مختلفه شوف نواف شوف نواف اقطع على نواف خلينا نشوفه عشان يشجعهم جاي صوره خلف السلام يا ابي عوض الحين ما حد سجل خلف سلام هذه الثقه والخطا هو متعود بس التحليل بلنت الاول في حوادري لا بعد مره على الحارس الحين انه كان يثبت لانه شاف التسديده الاولى خلف وقف قبل يسدد المفروض انه كان الحين اعتقد يعني 50-50 يوسف العنيزان يبي يعوض التسديده السابقه اللي حركه يسبره اتوقع انه راح يصيدها وهوسه سلام يعني هذا قاعد يواجهون مسددين ممتازين فعلا خلف يا خلف خلف يا خلف خلف يا خلف خلف وين سلام صعبه صعبه على الحارس شوف معنا ما كان قوي وايد بس بزاوية اللاعبين من خبره اللاعبين المميزين بس يحتاجون اقساط على الرجال تلقاه من زمان مو ممارس يعني خلاص حتى حديثه قبل بنتيات قال شوف انا شوف يوسف هوساوي ايش قاعد يسوي قاعد يوتر اللاعب يطق العرض هذا المطلوب من الحراس ما يخاف بس هذا المطلوب من الحراس غير زاويته يوسف كابتن صالح الحارس ما يكون هذا داخل الملعب اتفق معك انا لازم يتحرك لازم يتوتر نواف الخالدي نواف الخالدي مرات شو يصير كابتن مناف ترى ما شاهدنا ان الحارس يمسك الكره صح خلاص سلامه سلام الخبره لا زالت موجوده لا زالت طبعا بس كابتن ما شفنا يعني نرفزه الحراس للمسددين في حراس يعني ياخذون الكره يوسف قاعد يشتغل يوسف قاعد يتاخر او يعطي الكره مثلا قويه كذي يوسف قاعد يشتغل المسدد يتاخر يتوتر قبل الكاميرا اول شيء يعني متحمس اول شيء ابيكم تصيدون لو ما تحرك هذا زاويه بالضبط حطها بالنص هذه التسديده اللي بالنص انا اقول لك لازم مستوى فوق شوي يعني ضاعت واحده ضد يوسف هوساوي لكن مو هو اللي صادها للحين ما لمس الكره اللي استخدم الحين راح ما طلب الوايت كارد سلام حلوه انا طلب السلامه ما استخدم ما ادري ليش بس قال له الحكم ذكرهم واللي يستخدم راح يفوز وسجل راح يفوز بس هو يبي يلعب على المضمون خلاص يبي يلعب على المضمون الحين الموضوع كله بيد هوساوي النقاش بين نواف خلص سلام كنا يقول له ليش ما استخدمت الوايت كارد الحين قاعد يتناقشون العنيزان وعجاج قاعد يتناقشون شنو يقول تحديد الزاويه او النظاره اعتقد انه بيستخدم النظاره انا اتوقع يوسف العنيزان النظاره اتوقع توقعاتي ان يوسف له كلمه بهالتسديده هذه انا يوسف مسدد ممتاز الحين
توقع يسجلها وليد؟ يعني النظارة صارت بعد حلقة مسعدة الكل قاعد يستخدمها. وليد توقع يسجل؟ هو سيصدها؟ ساوي للداخل للداخل، بس أنا أتوقع يوسف ساوي. راح يصدها الله. الوقت المناسب، الوقت المناسب. وليد يوسف الحاج يصد الركلة ويفوز فريق سبايدرز على فريق اللايونز. هذا اللي أنا أقوله، لما يلبس نظارة الحارس على إنه يوقف بالنص. بس ملاحظة، لو يوسف عنازان سجل خسر فريق خلف سلامة. بالضبط. لأن آخر تزيدة. يعطيك العافية كابتن خلف. يعطيك العافية عبد الله. كابتن خلف الخبرة موجودة. مع يوسف، مع يوسف، مع يوسف، مع يوسف. قواكم الله. الله يقويك. يعطيكم العافية. ما بغيت تصد يوسف. والله هاي شوية. شوية. مع الوقت. مع الوقت. الحين خذيت. مالك عذر المباراة الجاية. لا لا إن شاء الله. خلف خلف لو مو معتمد عليك كان خذ الوايلد كارد وقال لا بشوت العادية ويوسف بيصد. أسطورة ما صح؟ صحيح مراهن عليه وإن شاء الله يا رب إنه يكون نجم أحد نجوم البطولة إن شاء الله. كابتن خلف لو كنت يعني مجبر تختار الوايلد كارد شنو تختار؟ تحديد الزاوية أم النظارة؟ تحديد الزاوية تحتاج قوة بالتسديد، لكن أنا ما عندي القوة صراحة حاليا، يمكن أختار النظارة. النظارة جو البطولة بشكل عام. بلا شك إن جمعها الطيبة مع اللاعبين وفكرة جميلة، وأتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله. ولا هنا عليك وتشرفنا يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي موفقين إن شاء الله. وإن شاء الله المباراة الجاية أتمنى لكم التوفيق. طول ما نواف الخالدي موجود في الملعب. هو بحد ذاته ترشيح نواف لنا حطنا تحت مسؤولية وبإذن الله راح بإذن الله. بإذن الله. المباراة الجاية. بإذن الله بيض الوجه معنا. حبيبي. موفقين إن شاء الله. شفنا. نواف تعال 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 تعال. انا سالت كابتن خلف ليش ما استخدم وايت كارد او خل معك المايك او ما كان في توجيه من كابتن. تعليمي 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 ما كان توجيه منك. تعليمي تعليمي ليش ما استخدم الوايت كارد؟ خلي خلي خليك تحت خليك تحت. السؤال قبل نواف انت لابس لبس حراس، يعني اذا صار شيء بيوسف تدش؟ طبعا سخنته قبل هذا تمرين. ما كان في توجيه منك حق كابتن خلف اخر تزيده حق الفريقين ليش ما استخدم وايت كارد؟ لو سجلها يوسف عنازان خسر فريق خلف سلامه. اي اكيد، بس ان يعني طبعا انت تعرض وجهه نظرك، لكن بالاخير القرار اللاعب. انت اداري. اي لا بس ما ندخل اداري. ما ندخل احنا ما ندخل. بس وعندنا ثقه كبيره طبعا بهوسه. بهوسه قلت لكم فاجات البطوله زين ما عض. لا كان له دور كبير صراحه. هز القوطه وشفته. شفته وتر مسددين. يعني الكره الاخيره هني يبدا يبقى يعني فنيات الحارس وامكانياته في اخر تزيده خلى الفريق يلجا فريق يوسف عنازان انه يلجا حق. موفقين يا خالدي شوفك ان شاء الله. مستحقين اللي فازوا اليوم، شفنا مباراة حلوة صراحة. أبي ألقى جواب من الفريق، يعني يا ريت حتى في مباراة ثانية نسألهم أن في آخر تزيد لو سجلها يوسف عنازان خسر فريق خلف سلامة. نبي نروح مباراة باكر نشوف شنو مباراة باكر. باكر عندنا الكوالز راح يبارون السنيكس. الكوالز اللي هم فواز العتيبي وأحمد عادي من نادي السالمية، وفالح العجمي عمر الحربي من نادي الساحل فريق السنيكس. المباراة الثانية فريق مرشح من فريق الكابتن محمد شراق، حسين المسوي، شهاب كنكوني، فريق الشاركس ضد فريق الديرز، عبد الله الشامي وخالد عجاجي العجاجي من نادي الفحيحيل. خلصنا. شكرا للجنة الفنية وقوفكم وياي بهالحلقة. شكرا للمشاهدين المتابعة. شوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت 4:45 القناة الأولى. فما الله.